touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. À ce coup franc pour Belanda, une faute de main du jeune gardien, donc Donovan Léon, le coup franc transformé par Belanda. قالت روما إنها أنقذت من الموت مهاجرين قدموا من ليبيا على متن مركب، فيما قال ناجون إن نحو 100 من رفاقهم معظمهم من النسوة قد لقوا حتفهم وألقيت جثثهم في البحر من على المركب الذي كان يقل أكثر من 300 مهاجر. ردني إلى بلادي. أخيرا سمكة التربون المتوحشة على ظهر القارب، طولها أكثر من مترين ومحيط جسمها حوالي المتر، وقد قدر وزنها بمئة كيلوغرام. عرزنا عرزنا في الليل حلا فيها وش عملت الرزنا الله يجازيها. جايبة لكم معها إيه؟ بطاطس بطعم جديد لسه نازلة السوق. خد يا حبايبي. هات يا بابا. يا اخواتي عصافير يا اخواتي ولا ايه؟ انا كله. إذن كما ذكرنا هذه الصور تأتينا من تل أبيب مباشرة، وفعلا كما أشارت التوقعات إلى إمكانية حشد كبير جدا في شوارع إسرائيل لهذه الليلة احتجاجا على الحالة الاقتصادية. لأنه يعرف أن الشيء خصوصا في شهر رمضان المكرم هي الطم يطرح تقريبا يمشي السلطات تقرير وتعدل عن ذي الخضرة وعن ذي اللحم وعن ذي المواد الغذائية اللي لاين الحين شهر رمضان يدخل يطلعوها في السماء. ماي وايف سبورتينج، تحب الرياضة، أيضا هي بطلة وعندها بطولات. أكدت كارميليتا جيتر سيطرتها على سباق المائة متر محققة فوزها الرابع في الموسم بتوقيت قدره 10.91 جزءا بالمئة من الثانية. Cette jeune maman de 3 enfants a choisi de subir une plastie abdominale, aussi appelée lifting du ventre. Dans cette clinique d'un quartier chic de Rabat, affluent des patients de toute l'Europe et même des États-Unis. Marcella, elle, est venue spécialement d'Espagne. معايا ومعاكو هيلاري كلينتون. ست هيلاري, how are you? Fine, monsieur Badria. أنا اللي مسيو تو وحشاني موت موت. بقالي كتير ما سمعتش صوتك. معلش بقى المشاغل كتير ما انت عارفه اوباما والشغل معاه. 28e minute, Jouffre qui tire ce coup franc et à la récupération, eh bien c'est Kersia qui permet donc à Lorient de s'imposer 1-0. Les réactions d'après match. طبعا المباراه الاولى امر عادي في كره القدم, الخساره فوز. L'ours blanc de 250 kg vient d'être abattu. Ce sont les campeurs eux-mêmes qui ont tiré le coup de fusil. Quelques minutes plus tôt, 7h30 hier matin, l'animal attaque par surprise ce groupe de jeunes randonneurs britanniques alors qu'ils dorment encore dans leur tente.